أنا دايماً بستفيد من الأعداد ديت عشان أقول للناس اللي موجودة في الشارع، مش المفكرين والمثقفين ولا الإعلاميين، المثقفين والمفكرين ممكن يكونوا عارفين الكلام ده وزيادة عني كمان، لكن أنا يهمني الإنسان اللي في الشارع يبقى عارف إن أنا عيني عليه. واللي قاله الدكتور، طب أنا هتكلم على المعاشات عشان أوريكم إن في حل مسألة المعاشات في دعم كبير جدا 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 لا يتناسب مع المعايير اللي اتبنى عليها فكرة المعاشات في مصر. توافقني يا دكتور؟ طبعا، لأنه خليني أكمل وأنت تصلح لي عشان أنا ما أعرفش كل حاجة. أنا عايز أقول لكم إيه، الفلوس اللي اتخذت من المعاشات رقم. أنا النهاردة لما أكون عايز أبين النقطة ديت كمفكر اقتصادي أو كراجل مهتم بالخدمات الاجتماعية اللي بتقدم بما فيها المعاشات، أقول إن الرقم ده لو ثابت في مكانه في البنوك بالفوائد اللي بتاخدها المعاشات كان متوسطها 10%. كان متوسطها كام؟ 10%. طب إحنا الموضوع ده قعد كام سنة؟ الدكتور الوزير المالية اللي خد الرقم فين وكام؟ هو اللي بدأ تحويل فوائد المعاشات. خد الرقم امتى يا دكتور؟ الرقم اللي هو قال ان ده واحنا في 2005. 2005 يعني انا لو انا في 10% 600 مليار يبقوا بعد 10 سنين 1200 مليار، صح كده؟ صح يا دكتور؟ 10% ضعف الرقم بعد 10 سنين، مش كده؟ مش كده؟ طيب، حد قال إن المنظومة والدراسات الاكتوارية وحجم الـ الأموال اللي بيتم أخذها من الناس المعاشات تساوي المصفوفة دي تحقق حتى لو الرقم ده موجود مع الدولة، مش مع الدولة، مع إدارة المعاشات أو المسؤولين عن المعاشات في مصر. طب أنا هقول لكم، قول يا دكتور الرقم اللي احنا هندفعه لغاية 2052 ولا 62؟ لمدة 50 سنة 47 تريليون. يعني أنا آسف، 45 تريليون. 45 تريليون ده عشان إحنا قلنا إيه، بقول لكم إيه، لو دخلتوا بقى مع الناس في ديبيت أو في نقاش على إن إحنا الأرقام اللي كانت بتتاخد ونتيجة تراجع الأداء الإداري للدولة والدراسات الإكتوارية اللي اتعملت لا تتناسب مع الرقم ده، إحنا مش هنحل المسألة، الدولة تشيل، صح كده؟ مش قرار كده يا دكتور مصطفى؟ طب القرار كام؟ 45 تريليون؟ ده مين اللي هيتحمله؟ الدولة، موازنة الدولة 45 تريليون لغاية 50 سنة، يعني تقريبا في المتوسط كده نقول تريليون تريليون في السنة؟ يعني أنت خدت 600 مليار تفضل تدفع فيهم تريليون كل سنة لمدة 50 سنة؟ أيوه، عشان احنا غلطنا كدولة، وعشان احنا ما قلناش للناس ان الارقام اللي بتتاخد للمعاشات من الناس اللي هي الارقام اللي بتتاخد لا تتناسب مع الرقم اللي انت هتاخده بعد كده، والناس اللي بتتهرب منها واللي يدوا الحد الادنى وما يدوش الرقم بالكامل، واللي انت هتدفعه في المعاش انا هديهولك. دي قضية واحدة يا جماعة، قضية المعاشات دي قضية واحدة تكلفتها 50 تريليون ولا 45 تريليون جنيه. كم؟ لأن في 11 مليون، مش كده؟ 11 مليون إنسان ليه معاش أو إنسانة وليه أسر، فما نقدرش إن إحنا نعمله، يبقى الدولة تتدخل، مش كده يا دكتور؟ فعلا الدولة هي اللي تدخلت في الحل، لأن بدون الدولة ما كانش ممكن نحقق استدامة مالية للنظام ولا قدرته على إن هو يوفي بالتزاماته في سداد المعاشات. وكان كل بيقول لنا الكلام. أنا حبيت إيه؟ لو كل نقطة من النقاط اللي اتكلموا فيها الدكتورة هالة والدكتور معيد، حبينا نخش في نقطة واحدة منهم وأفتش فيها وأجيبها لكم، هتسمعوا عجايب. إحنا بنصلح مسار، يعني مش هقول احنا مش مسؤولين عنه، لا، مسار، يعني مسار صعب قوي، مسار الدول المتخلفه، مسار السياسات اللي بتستهدف الاستمرار الايه الايه، يبقى قاعد هنا على طول يعني، لا لا لا،
لا 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 والله، احنا اللي احنا بنعمله ما يتناسبش مع السياسات دي خالص.